يا زين بيوت طايفنا زمان. شوفوا كيف الخشب هذا، هذا الخشب، هذا الخشب فيه روح، فيه روح، روح اللي بناه، وروح اللي فصلوا وجابوا، وروح الشجر اللي جابينا بستان، وروح الناس اللي كانت عايشة هنا مئات السنين في هذا المكان. تشعر به وكأنه يحدثك المكان، الحجر نفسه يحدثك، الحجر نفسه هذا يحدثك. هذا عم عبد الواحد حدايدة رحمة الله عليه، جزار حارة أسفل، عم سعد بن عبد الواحد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن الدرويش حدايدة. قريبا لقاء مع عم محمد حدايدة، سوينا الجزء الأول، الجزء الثاني سيكون من هذا البيت، وبإذن الله أستطيع إني أخلي هذا المكان مزار تاريخي للطائف إن شاء الله.